بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم امين يا رب العالمين مرحبا بكل مشاهدينا الكرام الاعزاء مشاهدي كتاب قلوب عامره نسعد بتجدد اللقاء في رحاب القران الكريم وكيف يتلى القران الكريم بنذكر حضراتكم بالروايه التي نقرا بها ونصحح على اساسها روايه حفص عن عاصم بقصر المنفصل وما زلنا مستمرين في تصحيح سوره المرسلات ومع حضراتكم هنبتدي دلوقتي احنا كنا صححنا الايات من 29 لغايه 40 هم بقى الشباب لسه ما قروش فهنصحح معاهم بقى دلوقتي. نبتدي بالاستاذه مريم. يلا يا مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا. عندي إلى... اخفاء. يا إيه... قلقوا. إيه... معايا؟ مفيش نون. انطلقوا إلى ما كنتم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون أنا عندي هنا الميم وراها إيه؟ به والميم دي مالها سكنة عليها تشكيل قدامكم الحرف مشكول يعني عليها فتحة أو ضمة أو كسرة مفيش وراها إيه؟ الباء حكمها اخفاء فانا دلوقتي مش هيبقى عندي ايه مش مش بقفل بقى بقي كده وانا بعملها بعملها ازاي؟ الى ما كنتم به مش كنتم به لا بنسيب فرجه كده كنتم به كنتم به برضو بنقفل بقنا انا مش عايزاكي تقفلي بق لازم نتدرب عليها قوليها تاني كنتم به احسنتي برافو عليك تكذبون تكذبون كملي انطلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب نفس الـ نفس الـ الحكاية احنا الطريقة بتاعتنا بيبقى حرف المد في كلمة صحصحوا في نهاية انطلقوا حرف المد وبعدين وراها همزة احنا في الرواية اللي بنقرأ بيها بنقصر المنفصل ده المنفصل يعني حرف المد في كلمة في نهاية أول كلمة والهمزة في بداية الكلمة اللي وراها فاحنا بنقصر والمد بتاعنا يبقى مد طبيعي حركتين حركتين ده المده الزمنيه بتاعته فانطلقوا الى مريم انطلقوا الى انطلقوا الى ذل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني الى من اللهب احسنت جميل كمل يا انس انها ترمي يا راجل طه مش بتاعتك طر دي يا انس ها. استنى يا ادم ايه غلطته؟ ايه غلطته؟ انا بقول انها ترمي ترمي تار. انا انت بقى عندك الغلطه الثانيه هو الغلطه الاولانيه المفتوحه عملها لي طاء وقال لي ترمي ترمي غير ترو، وانت رحت مرقق لي ايه؟ الراء عملت لي واحده و... وسيبت الثانية انها ترمي بشرر كالقصر احسنت كأنه جمالة صفر جميل ويل يومئذ للمكذبين يلا يا لانا هذا هذا يوم لا ينطقون ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم يؤذن لهم ف... يؤذن لهم له فيعتذرون برضو الميم مش باينه لهم هم ف... خلي بالك الميم والفاء ما فاء الاثنين فيهم قرب لازم اظهر الميم صح إما هتتاكل وسط الفاء لانهم الاتنين من الشفاء ميم فاء فخلي بالي وانا بنطقهم اظهر الميم عشان ما تتاكلش في الفاء فتهيألي انها ادغام ودي مش ادغام او اخفاء وهي مش اخفاء انما هي اظهار ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمع فصل جمع فصل جمع لا مش فصل 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 جمعناكم الأولين جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيد كيد شوفوا هنا كيد فكيدون كيد فكيدون ويل يومئذ يعني الاخفاء هنا السنتين دول في الثنايا العليا يبقوا نص الشفاه كيد ف فكيدون كيد فكيدون ويل يومئذ ويل ويل يومئذ ايد للمكذبين أحسنت يلا يا صرصورة انطلقوا انطلقوا إلى ما كنتم به كنتم به كنتم به ما تفريش بقك بسيب فرجة حاجة بسيطة كنتم به تكذبون عشان أنا هنا حكمها إخفاء الميم الساكنة من احكام الميم الساكنه بقى غير النون الساكنه والتنوين الميم السكن وراها باء الحرف الوحيد اللي لما يجي وراها الباء يبقى اخفاء على طول يلا يا ستوا انطلقوا <applause> الى ما كنتم مش مش كنتم واعمل كده لا <applause> <applause> ما تعصبيهاش قوي كده <applause> بصي يا ساره كن كنتم كنتم به كنتم به تكذبون ماشي حلا؟ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب يلا يا حنين لا ظليل ولا يغني من اللهب لهب 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 إنها ترمي بشرر كالقصر يلا يا آدم كأنهم كأنه جِمالة صفر. آه. جِمالة صفر. نفسك. جِمالة صفر. جِمالة صفر. ويل ويل يومئذ للمُسلمين. مكذبين أحسنت يلا يا شروق هذا هذا يوم لا ينطقون يعني خمسة من عشر عايزين تدريب بقى في البيت هذا يوم لا ينطقون يا بصي ينطقون ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون يلا يا سادن ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعله حجه لنا لا حجه علينا يا الله يا كريم اللهم اجعل القران العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا، أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين.